السلام عليكم شباب، يعطيكم العافية. هاي صورة لايف من الموقع تبعنا، طبعا لسه مو خالص بس مبدئيا تمام. بنشوف هون بيعرض لك هاي المسار، مثلا الأزرق بيعرض لك المسارين مع بعض، المسار والمعكوس انت بتختار واحد من بيناتهم مشان تعرضه. بس هون عنا هبوط، هون متوقع كان قاع، لاحظ القاع وين صار، هون متوقع قمة اجت تماما، خط الأزرق هون متوقع قاع طلع لفوق، هون متوقع هبوط بعد منه صار هبوط يوم 27، هون صار قاع، متوقع قاع صار بعد منه تابعوا الخط الأزرق، بعدين متوقع هبوط صار هذا الهبوط تمام. هون متوقع قاع، لاحظوا هذا تبع يوم 6 صار معنا يوم 8. هاي منطقة الفورك اريا، خط مستقيم اللي احنا فيها، وهذا يوم 18 هاي هي النقطة. فتمام هون تنتهى نقطة الفورك اريا اللي كنا عم نحكي عليها، لاحظوا ان هي بلون تاني تمام. عنا هي نقطة مثلا المهمة القادمة هي نقطة يوم 18 تمام شباب. بس وبالتوفيق للجميع.